هذه المعركة ستقع وبعدها يأتي المسيح. وامتى تقع؟ تقع لما تقوم إسرائيل على انقاض العرب من شمال أفريقيا إلى الشرق الأدنى. كل الأنهار والمقدسات تكون تحت إسرائيل وعاصمتها القاهرة. أخطر توقعات للقذافي اللي تنبأ فيها بموعد نهاية العالم ونهاية اللي هي الأيام، نهاية الزمان، والتوقع أهم توقع ظهور المسيح الدجال ونزول سيدنا عيسى، وحدد التوقيت اللي هيحصل فيه الكلام ده كله. هي إسرائيل الصهيوني هي مصر، وبالتالي يبغوا يحطموا أركان مصر ويضعفوا الأمة العربية حتى تقدم مصر بعد ذلك على طبق من الذهب للإسرائيليين، وتقام دولتهم من الفرات للنيل كخطوة أولى. ونيها ونقول قدامكم، قدام سفرات دول أجنبية وعظام الوفود من الدول العربية، أنا في ناقشوني الفلاسفة اليهود في الندوة هاي اللي عارفينها أنتم، وقالوا لي برنامج اليهودية هو تهويد شمال أفريقيا، برنامج الصهيونية تهويد شمال أفريقيا. قلت له يعني أنتم دولتكم تمتد لشمال أفريقيا؟ قال نعم، ولكن للأسف قال فشل وتعثر، كان يجب أن ينجح. طيب كيف من تل أبيب تحكموا شمال أفريقيا؟ قال لي ما هو تل أبيب، العاصمة بعد ذلك القاهرة. قلت له بالك تقصد القدس؟ قال لا، القدس بنحررها ونسلمها للمسيحيين، أما الهدف النهائي القاهرة، مجمع البحرين. شو قال لي أنت ما تعرف أن القرآن يقول أنت مش ما تعرف ما أنت مش مسلم؟ قلت له إيه، مش ما تصدق ما قال القرآن؟ قلت له نعم. قال مش قال موسى اللي فتاه حتى أبلغ مجمع البحرين يا أمضي حقبة؟ وين مجمع البحرين؟ قلت له هذا بالك موجود غادي في نهر الأردن ولا فيه بالكثير شرم الشيخ. قال العقبة والسويس. قال لي لا، مجمع البحرين رشيد ودمياط، وين ما اجتمعوا هنا القاهرة، هذه قال العاصمة اليهودية، عاصمة الدولة الإسرائيلية التاريخية اللي بعدها ينزل المسيح. توح هذه حكاية المسيح ينزل ما ينزل ممكن نضحك ونقول خرافة، لكن قادة الغرب يؤمنوا، الرؤساء الدول الغربية يؤمنوا للعظم بعودة المسيح بعد ما تكون إسرائيل الكبرى على انقاض العرب. هذه قضية تتعلق بنزول المسيح حسب اعتقاد المسيحيين الغربيين، ان المسيح ينزل لما تقوم إسرائيل الكبرى، وإسرائيل الكبرى ما تقوم الا اذا سيطرت إسرائيل ما هم الفرات للنيل من شمال افريقيا الى الشرق الادنى. يعني العراق اللي دمروا فيها الان تمهيد لدخول القوات الإسرائيلية لها، وليبيا تمهيد لدخول القوات الإسرائيلية لشمال أفريقيا، وكل أصدقاء أمريكا بعد ذلك لن مهما توصلوا لن تصغي إليهم أمريكا عندئذ في تلك اللحظة. لا يمكن تطلب منهم يؤدوا مهمة في فترة معينة وبعدين مهما صار مصالح الغرب ونزول المسيح أهم من ملوك العرب ورؤساء العرب وهاي القمة العربية كلها الصداقات العربية. قال لي حتى مش موسى قال حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبة. قال هل تعتقد أن موسى يعيش أحقاب من الزمان؟ قلت لا، مش ممكن يعيش أحقاب من الزمان، يعني يعيش عشرات السنين ده. قال طيب ما لما يقول أو أمضي حقبة، هل من اللي يمضي حقبة؟ معناها قال لي بني إسرائيل ما هو موسى، هذه كناية عن أن بني إسرائيل ولو يمضوا أحقاب من الزمان لابد أن يبلغوا مجمع البحرين، مبلغ يعني ملتقى فرع رشيد وفرع دمياط، عاصمتهم لازم تكون القاهرة. واو، التمهيد واضح، هذه مكتوبة بصواتهم في جلسات حقيقية ما هي خيالية، حاضرها ريغان وحاضرينها القادة من الغرب، ويتكلموا عن معركة هامرجند، شو اسمها يا نعم شو مش دلون؟ هم انتم عارفينها كويس، هاي المعركة هاي اللي احنا نعتبرها خرافة حتى اسمها ناش عارفينها، وهم مؤمنين بها ايمان تام ان هذه المعركة ستقع وبعدها يأتي المسيح. وامتى تقع؟ تقع لما تقوم اسرائيل على انقاض العرب من شمال افريقيا الى الشرق الادنى. كل الانهار والمقدسات تكون تحت اسرائيل وعاصمتها القاهرة. وتقع هذه المعركة اللي تو ذكرتها وبعدها ينزل المسيح. تو احنا مساكين وطيبين نحسبه هذا خراف وما فيش حد يصدقه، لما جابوا لنا الفلاشه من غابات افريقيا وقالوا هذول من بني اسرائيل، هي في حد يصدق وقاعد يبحث عن الاجناس؟ جابوا الاسرائيليين قالوا لا،
هاي قبيلة فلاش من بني إسرائيل امشوا لفلسطين أرض الميعاد. الخزر يعني قوم ما لهم علاقة ببني إسرائيل أبدا، جابوهم من روسيا وقالوا لهم اسكنوا تعالوا فلسطين أرض الميعاد. هي ليش قامت الدولة هذه أصلا؟ مش قامت عليه خرافات دينية قديمة إن هذه أرض الميعاد وأنكم أنتم شعب الله المختار؟ احنا نقولوا خراف عام 48، معقولة في هالعصر عصر العلم ومش عارف ما زال في حد يتكلم عن أرض الميعاد ما الميعاد ما شعب الله المختار؟ طلعنا احنا المغفلين وتافهين الخرافات ما صدقناش فيها. الخرافات خلقت الدولة ولا عند الآن احنا تحت الخطر من أجل الخرافات، من أجل المعركة هذه اللي نحكي عليها، وأن إسرائيل لازم تأخذ شمال أفريقيا وتأخذ الشرق الأدنى والأوسط وعاصمتها القاهرة. قولوا أنتم هذا خراف. الآن المصانع تصنع في الطائرات وفي الصواريخ في ديمونة، يصنع الآن في القنابل الذرية والصواريخ النووية، ما فيش حد يفتش عليهم ولا يقول لهم وقفوا، ويصنعوا في الأسلحة الكيماوية اللي مثل العرب، ويصنعوا في القنابل الجرثومية في مصانع الغرب وفي مصانع الإسرائيليين. المعامل تشتغل ليل نهار لتحقيق الخرافة هذه اللي انتوا تحكي عليها. قولوا خرافة. هذا يعملوا فيه باسم المسيح، تدمير ليبيا ارضاء للمسيح، تدمير العراق ارضاء للمسيح، وان المسيحية فرع من اليهودية لان عيسى من بني اسرائيل ويهودي. هم الان يعتبروا بالولاية، يدينون بالولاية، يعني الغرب يدين بالولاية لاسرائيل لان المسيحية فرع من اليهودية، وانتم العرب كفار والمسلمين كفار ومارقين، وان محمد ما هو نبي. قالوا لي بهالشكل، والقران قالوا لي هذه شريعة حمورابي. كذابين انتم، ما في قران. الله عمره ما يخاطب العرب. ليش؟ لأن العرب حقراء، ما يخاطبهم الله. الله يخاطب اليهود بس وبني إسرائيل والمسيحيين، لأن العرب فيه موقف عنصري منهم تاريخي، من الأندلس ومن الفتوحات الرومانية ومن الحروب الصليبية ومن الاستعمار الغربي الحديث ومن زرع إسرائيل. هذه كلها مشكلة تراث ثقافي، مشكل عقدة عنصرية عند الغرب. هذه لازم تفهمها الأمة العربية كلها، تفهمها الجماهير العربية. الحكام ما يهمني يفهموها ولا ما يفهموها، لكن المواطن العربي اللي هو مستهدف بالسحق وبالإهانة لازم يفهم إن اللي نواجهه الآن وابتداء من ليبيا هو سياسة عنصرية مبنية على ثقافة عنصرية للغرب تكره العرب، وما يقدروش يقولوا ما فيش ثقافة زي هذه، لأنهم يعترفوا بأن هناك ثقافة عدوانية ضد السامية وتستغلها الصهيونية، وكل واحد تتهم بأنه مضاد للسامية. معناها فيه ثقافة عنصرية تخلق موقف عدائي ضد عنصر معين، هذا يقولك ضد العنصر السامي. فيه ثقافة غربية عنصرية معادية للعرب، ما فيها شك أبداً.